السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة، ولا يفسد الاختلاف للود قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح الفرصة للشباب للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول القضايا الجدلية. مواطنة منتقصة زادت المقسمة تقسيما، ومطالبة بترسيخ حقوق اجتماعية عرقية ثقافية سياسية ودينية في الدساتير، وتخوف وتهجس من هذا المطلب الذي يرى فيه البعض أبعادا تهدد الدولة القطرية وتخرجها من دائرة الوطنية الجامعة. موضوع طالما عهدنا السكوت عنه، فقد كان من المحرمات وإثارته تولد الشك والريبة، لكن التطورات الكبرى التي شهدتها المنطقة نفضت الغبار عنه وقلبت الموازين، فحسرت الهوية الرسمية وأظهرت هويات أخرى كانت مطموسة وثقافات كانت مصادرة. دسترة حقوق الأقليات مطلب قائم، والصراع من أجل تحقيقه كامن حينا ومتفجر أحيانا. مظاهرات لتحقيق مساواة في الحقوق الاجتماعية والدينية والعرقية جالت شوارع المدن العربية. انتفض أمازيغ ليبيا وأكراد العراق، وثار دروز وأرمن سوريا وطوارق الجزائر وأقباط مصر وشيعة البحرين، ولم تعد الهوية العربية التي خلقت عبر التاريخ تجانسا اجتماعيا نسبيا صالحة اليوم. بين مؤيدين ومعارضين لضرورة دسترة حقوق الأقليات، نتواجد اليوم هنا في تونس لمناقشة هذا الموضوع خلال مناظرتنا لهذا اليوم، ونسعد باستضافة كل من الدكتورة آمال جرامي، أستاذة في كلية الآداب والفنون والإنسانيات في جامعة منوبة بتونس. الدكتورة آمال مؤيدة لأطروحتنا، أهلا بك دكتورة، وشكرا لكم لقبول الدعوة. ونرحب أيضا بالكاتب والصحفي الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة الرأي اليوم. الأستاذ عبد الباري معارض للأطروحة، أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الباري، وشكرا لقبول الدعوة. يشارك ضيفانا النقاش كل من رانيا بلحاج رمضان، طالبة في العلوم الإنسانية في جامعة تونس، وهي ناشطة في جمعية منامتي لمقاومة التمييز العنصري والتهميش، أهلا بك رانيا. شكرا، مرحبا. وعادل خويلدي من الجزائر، عادل طالب دكتوراه في القانون الدولي في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، أهلا بك عادل. نشكر جميع المشاركين في مسابقتنا التي تنظم شهريا على صفحتنا الإلكترونية. إذن البداية هي بالتصويت على الأطروحة، وأطروحة هذا العدد من مناظرتنا تقول: دسترة حقوق الأقليات ضرورة. أعود وأكرر، دسترة حقوق الأقليات ضرورة. إذا كنت مؤيدا لهذه الأطروحة وتود الإجابة بنعم، الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وإذا كنت معارضا لهذه الأطروحة وتود الإجابة بلا، الرجاء الضغط على الزر رقم 2. إذا أعود وأذكر، الزر رقم 1 للإجابة بنعم، والزر رقم 2 للإجابة بلا. أدعوكم الآن للبدء بالتصويت، تفضلوا. إذن في انتظار النتيجة نذكركم أنه بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة في النقاش عبر إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر صفحاتنا الإلكترونية وحسابات تويتر وفيسبوك هاشتاغ DD21 أو @مناظرة. إذن تظهر النتيجة أمامنا، والنتيجة تقول 61% يرى بأن دسترة حقوق الأقليات ضرورة، بينما يرى 39% من الحضور بأن دسترة حقوق الأقليات
ليست ضرورة. هل ستبقى هذه النتيجة على حالها في نهاية مناظرتنا لهذا اليوم، أم أن أحد الفريقين سوف يقلب الموازين باستمالة آراء الجمهور الحاضر معنا؟ نبدأ النقاش ونستمع الآن إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة والتي تلخصها الدكتورة آمال جرامي في 99 ثانية. إليك المنصة دكتورة. مساء الخير عليكم جميعا، ومرحبا بضيوفنا الكرام في تونس. سعيدة بوجودي مع هذه الوجوه النيرة، وأرجو أن ترتفع نسبة الإنسانية داخلكم. لن أدخل في مفهوم أو مصطلح ودلالات الأقلية إلى غير ذلك، فقط سأجيب عن الأطروحة التالية: لماذا أدافع أو أتبنى أو أجد نفسي مجبرة في عديد الأحيان عن تلبسي أو الظهور في أو تقمص شخصية الأقلي المتعدد والمضاعف؟ لأنني أنتمي إلى الأقلية باعتباري امرأة، ولكن أيضاً أنتمي في عديد الحالات إلى أقليات أخرى. أجد نفسي ميالة لفهم مشاعرها وفهم خاصة الحالات الإنسانية التي تعيشها. أبدأ حججي، هي متعددة وأستطيع أن أعدد لكم العشرات أو أكثر من ذلك، ولكن سأختزل لضيق الوقت بعض هذه الحجج. أبدأ لا بالتنظير ولا بالإشارة إلى النظريات والطبويات وغير ذلك، وإنما أنطلق من واقع مفجع أليم نعيشه يوميا. آخرها البارحة، امرأة تؤدب وينشر التلفزيون الرسمي السعودي طريقة تأديب النساء. إذا نعلم الرجال كيف نؤدب النسوة. لن أشير إلى سحب المرأة. شكرا جزيلا لك. إذا حجتي الأولى أجد أنها تحرك المشاعر. شكرا لك دكتورة آمال. الكلمة الآن للأستاذ عبد الباري عطوان أيضا لتوضيح وجهة نظره المعارضة للأطروحة ب 99 ثانية دكتور، لا أكثر. 99 ثانية. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا لحضوركم. أبدأ بالقول بأننا في منطقة تدين الغالبية الساحقة فيها بالإسلام، وإسلامنا يقول ونقلا عن رسولنا الكريم: لا فرق بين عربي وأجنبي إلا بالتقوى. فهي المساواة مضمونة في عقيدتنا الإسلامية. ما أريد أن أقوله أننا يعني لا نعاني في مسألة الأقليات من التعاون والتعايش بيننا، نحن نفضل التعايش ونتمسك به ونتمسك بالمساواة والعدالة الاجتماعية. المشكلة هي في أنظمة ديكتاتورية أساءت لمفهوم التعايش ولمفهوم المساواة. نحن علينا أن نتمسك بهذا التعايش لأنه هو أساس الاستقرار. عندما بدأت المحاصصة الطائفية والعرقية في العراق من خلال المجلس الحكم، ها هو العراق يتمزق ويخوض حروبا أهلية منذ 13 عاما. عندما بدأ الحديث عن أقلية وأكثرية في سوريا انفجر حمام الدم. علينا أن نتذكر دائما أن القانون الأمريكي لا ينص على حقوق للأقليات أو حقوق للأكثرية، ولهذا السبب أصبح باراك أوباما هذا الإفريقي رئيسا للولايات المتحدة. في بريطانيا لا يوجد دستور، ومع ذلك أصبح توني بلير وجوردن براون الذين هم من اسكتلندا ومن أقلية أصبحوا هم الرؤساء. في دمشق في سوريا أيضا بشار الأسد وحافظ الأسد من الأقلية وأصبحوا رؤساء. من نفس الشيء فارس الخوري في سوريا كان مسيحيا وأصبح رئيسا. هذا ما نريده. شكرا لكم. شكرا لك سيد عبد الباري، انتهى الوقت. شكرا لك. إذا نبدأ الآن النقاش وأبدأ معك رانيا. رانيا، لماذا ترين أنه من الضروري دسترة حقوق الأقليات؟ ترين أنها في خطر أكثر من غيرها من المكونات الأخرى، لماذا تباكي على هذه الأقليات رغم أن هنالك أكثريات متضررة ربما أكثر من هذه الأقليات؟ على سبيل المثال سوريا يحكمها العلويين وهم ليسوا بأكثرية.
شكرا على السؤال. بالطبع في البداية أريد أن أرحب بالحضور الكريم، وأريد شكر مبادرة مناظرة على إتاحة هذه الفرصة لي، لأنها فرصة يعني مميزة جدا وإضافة لي شخصيا. أريد أن أجيبك على سؤالك. يعني في الوقت الحالي يعني في البلدان العربية والمنطقة بصفة عامة هنالك وضع متردي، هنالك وضع مهتز. يعني المجتمعات في العربية في هذا الوقت تحتاج إلى التوحيد، وتحتاج إلى توحيد الصفوف واحترام كل مكوناتها. نحن في الوقت الحالي نرى أن الأقليات تنتهك حقوقها، يصير هنالك في بعض البلدان إبادات لأناس بسبب اختلافهم، هنالك إقصاء وتمييز على أساس يعني أحد خاصيات هذه الفئات. لذا هذا الوضع في تفاقم كبير وكبير جدا، لكي نحد من هذه الممارسات يجب أن ندسر حقوق الأقليات. نعم، إذن عادل، هنالك انتهاك لحقوق هذه الأقليات، أليس قمع الأقليات موجود وممارس في الدول العربية منذ استقلالها؟ على سبيل المثال الأقلية الموجودة في جنوب السودان التي لم تجد حلا لربما للمطالبة بحقوقها إلا عن طريق التقسيم، ألا ترى بالفعل بأن هذه الأقليات محقة في مطلبها بمواجهتها لكل هذه الأخطار؟ شكرا جزيلا على السؤال. وبادئا ذي بدء، أنا كانت لدي جملة من التعليقات ابتداء عن المقدمة التي قلتيها حول الأقليات، وإن كنت لا أؤمن بالأساس أن أصنف البشر على أنهم أقلية وأكثرية، هذا مرفوض بالأساس. كلكم لآدم وآدم عددية. من تراب. حتى البشر ليس موزونا، ليس مكيلا حتى أصنف البشر على أعدادهم. أنا أقول إنسان، أحيا مع إنسان، أحيا مع البشر، كلنا سواء، لا اختلاف. هذا الذي سواء كان باختلاف عقدي. طيب دعوا بالإجابة على السؤال. فكلنا الآن، فقط للتصحيح المعلومة قبل أن أجيب على السؤال، طوارق الجزائر ما ثار وما وجد أي شيء عند طوارق الجزائر، إنما كان إشكال في الغردايا النظاميين. هذا هو الإشكال الذي وجد. لا، لم يوجد هو أبداً. وجد ولكنه أثقل بمفاهيم سياسية. لا، طوارق الجزائر ما خرجوا وما طالبوا بأي شيء، طوارق الجزائر يعيشون في سلام وفي أمن، لا توجد أي إشكال. هذا ما الذي حدث في غردايا؟ الذي حدث في غردايا هو إشكالية بعض الشباب تجاوز حدها من خلال تطرف في فهم بعض مسائل الدين، فقهية، مسائل فقهية. هذا رأيك الشخصي؟ هذا رأي شخصي أكيد، وأنا أريد أن أنقر الصورة لأنني من بيئة. ولكن هؤلاء لديهم مطالب عادل. الجميع لديه مطالب، وبالتالي لما تكلمت عن المواطنة المنتقصة أنا أتفق معك تماما، ومن هنا ننطلق. أخواننا في السودان أو في الجزائر أو في تونس أو في المغرب كلنا لدينا مواطنة منتقصة، بل حتى الإنسان في حد ذاته، أنت الكرامة الإنسانية للفرد للمواطن ليست موجودة بالصورة التي نريدها في الديمقراطيات الكبرى. هذا الذي نريد أن نتعايش أو أن نغيره، ونريد أن نتعايش مع يعني إخواننا لا جميعا. لا تعترف بمفهوم الأقلية، هكذا فهمت من كلامك؟ لا توجد أقلية ولا تعترف بمطالبها حتى وإن كانت محقة. لا توجد أقلية، كلنا مواطنون تحت رداء طيب الدولة. طيب رانيا، ما رأيك أو دكتورة آمال، يعني هل يجوز بالفعل تحويل جماعات من المواطنين إلى أقليات على أي خلفية كانت، إثنية، عرقية، دينية، مجتمعية؟ عادل يعارض هذه نعم الفكرة. نعم، بطبيعة الحال، لأنه في وضع مريح، لأنه لم يعش من موقع الأقليات، لأنه ليس أسود، لأنه ليس بهائيا، لأنه ليس مثليا، لأنه وأعدد لو ليس شيعيا في أغلبية سنية. إذن من السهل جدا أن نتموقع ونعطي الدروس وننظر للآخرين وأن ننفي بطريقة وثوقية هذا الفكر الدغمائي الذي يتمركز حول ذاته ويعتبر نفسه أنه يطلع على جميل التفاصيل، يفتح البيوت، يفتح أسرار الناس، يطل على قلوب الناس وكيف يمارسون. نحن نتحدث عن ممارسات على أرض الواقع ولا ننظر حسب الكتب. إذن في هذا الإطار أنت تختزل المسألة، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، من أدراك أنه لا تحمل الإحصائيات، وثقت، أرشفت، نعم، كل هذا لا ليس لك. طيب أستاذ عبد الباري، يعني أستمع إلى ردك، ولكن قبل أن أستمع إلى الرد دعني أقرن ما تفضلت بالحديث عنه حول النسب. يعني على سبيل المثال المسيحيون كانوا يشكلون 20% من سكان الشرق الأوسط في بداية القرن الماضي، الآن يشكلون 5% فقط من مجمل السكان. أليس هذا النزوح إقرار بالفعل بأنهم في خطر؟ وأستمع منك الإجابة أيضا على ما تفضلت بذكر الدكتورة أمل. يعني أنا أستغرب، الدكتورة أمل أشارت إلى الشيعة، طب ما الآن الشيعة أكثرية في العراق، هذه قصة الأقلية والأكثرية تتغير بالتغير الديمغرافي. لحظة
يعني هناك اضطهاد، من الذي يقوم بهذا الاضطهاد؟ الذي يقوم بهذا الاضطهاد هذه الأنظمة الدكتاتورية التي ثارت الشعوب عليها. عندما يكون هناك حريات وهناك ديمقراطية ومجتمع مدني ومساواة أمام القانون، لا نستطيع أن نفرق بين أقلية وأكثرية. ليس هذه نقطة. لحظة بس. الشيعة في تونس أنجزنا دستورا وأنجزنا الحريات وتحدثنا عن قيم، ولكن من يجرؤ من الشيعة اليوم أن يقول أنا في تونس ولي جمعية وأنشط وأعلي الصوت؟ يا دكتورة أمال أنا لم أقاطعك. لا، هذه قوانين اللعبة. بإمكانك أن تقاطع. لا أريد أن أقاطع. أنا أقول بأن الأكثرية في الوطن العربي وبسبب هذه الدكتاتوريات مضطهدة أكثر من الأقلية إن لم يكن مثلها. فهذه نقطة مهمة. نحن لا توجد مشكلة بيني كعربي وشقيقي في الدين وفي العقيدة وفي الانتماء الأمازيغي مثلا، ولا يوجد مشكلة بيني كمسلم وبين المسيحي الذي عشت معه على أرض فلسطين لسنوات ولا لا أعرف من هو المسيحي ومن هو المسلم. هذه هي المشكلة. الآن السيدة أسماء سألت سؤالا مهما، لماذا هاجر المسيحيون؟ وهذا سؤال مهم. المسيحيون في فلسطين لم يهاجروا بسبب اضطهاد الأكثرية المسلمة، وإنما بسبب اضطهاد إسرائيل، بسبب الاحتلال، بسبب العدوان. المهاجرون في العراق أو المسيحيون في العراق لم يهاجروا بسبب اضطهاد السنة. وفي سوريا والعراق ربما يختلف المثال قليلاً. خلينا نكمل أرجوك. تفضل. المسيحيون الآن يغادرون في سوريا بسبب اضطهاد الأقلية وليس بسبب اضطهاد الأكثرية. فعلينا أن لا نعمم هنا. نحن كأكثرية وكأقلية نتساوى في القمع من قبل أنظمة دكتاتورية طاغية. هذه هي الحقيقة. دعونا نتعايش، دعونا نبحث عن الحكم الرشيد، الحكم الذي يطبق الإعلان الدولي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طيب يعني حيث نتساوى جميعا. بالنسبة لك استاذ عبد الباري، هؤلاء الأقلية ليسوا بخطر. إذا كان هناك حكم رشيد، إذا كان هناك حكم ديمقراطي، إذا كانت هناك دولة مدنية، لن يكون هناك أي خطر أم لا أستاذ عبد الباري؟ هل هؤلاء الأقلية بخطر أم لا؟ أريد أن أستمع إلى إجابة محددة. ليسوا في خطر. طيب لماذا المسيحي في خطر؟ رانيا، إذا هؤلاء الأقلية ليسوا بخطر. يا ست اسمعيني، لماذا المسيحي في خطر في سوريا والسني ليس في خطر والعلوي ليس في خطر؟ لماذا؟ لا نركز فقط على بعض البلدان، أنا أتحدث بصفة عامة. عندما نتحدث عن سبي النساء اليزيديات، هل هذا واقع أم لا؟ لسنا في خطر؟ النساء اليزيديات لسنا في خطر؟ عندما نتحدث عن الأقباط الذين ذبحوا في ليبيا، لا نتحدث عن واقع واضطهاد. الإنسان الدكتاتورية، من سبب الدكتاتورية القذافية، من سببت هذا الإشكال يا سيدتي؟ يا سيدتي أنت ضربتي مثلا طب دعونا نستمع إلى بعض حتى تعم الفائدة. أنت ضربتي مثلا بالأزيديات. من الذي سبى الأزيديات؟ اللي هم الدولة الإسلامية أو داعش. كم من المسلمين قتلت داعش؟ من السنة، كم من المسلمين السنة قتلت؟ وكم من النساء السنة اغتصبت أو سلبت؟ علينا هنا هل يوجد إحصائيات أستاذ عبد الباري؟ هل يوجد إحصائيات بهذا الخصوص؟ نعم موجود يا سيدتي. ما هو يعني تقريبا يا سيدتي أعطيني إحصائية تقريبية يا سيدتي. أنا أقول لك، أنا عامل كتاب عن الدولة الإسلامية بكل اللغات يا سيدتي. هذه الدولة الإسلامية أكثر من 90% من الذين أعدمتهم هم من السنة، ومن وحاربت جبهة النصرة، وحاربت الجيش السوري والشعب السوري، وحاربت أيضا الجيش الحر. فلماذا فقط نتحدث عن الأزيديات والأزيديين؟ أليس هؤلاء أكثرية؟ رانيا، إذا كان يعني برأيك، أليس مبدأي المساواة والمواطنة هما ما يشكلان الصيغة الأمثل لضمان حقوق الأقليات وحقك أنت أيضا؟ شوف، المسألة هذه يعني مسألة دستور حقوق الأقليات، نرجع يعني الكلمة أقلية هي تختلف يعني تعريفها عند الناس، وأنه في المجمع هي الفئة المعينة اللي تميزها بعض الخاصيات، ولكنها الفئة المستضعفة في صلب المجتمع بسبب اختلافها يمارس عليها تمييز.
انت تقول وانه الاقليات ليست في خطر اليوم. طيب من فضلك اذا انت تريد رانيا انت تقول اليوم انت تقول اليوم ان الاقليات ليست في خطر. هم مكون اساسي لماذا تبرر مطالب الاقليات؟ لماذا تبرر مطالب الاقليات اليوم اذا انها ليست في خطر؟ يعني نذكر مثال، يعني مثلا المغرب العربي في خطر، نحن جميعا في خطر، نحن جميعا مهدد في منطقتنا بسبب ديمقراطيتنا المهزوزة، بسبب مرض ديمقراطيتنا، نحن جميعا مهددون ولا يريدون ان تصل. لماذا تريدين فقط ان تبيني انك مضطهدة فقط؟ كلنا مضطهدون، هذا لا ينكره احد. انا لست هنا الديمقراطية اتيت هنا لاثبت لك اني لست ضحية على سبيل المثال. أنا أقول لم من نماذج الاضطهاد سيدتي أنك لما تصبح تشعر وكأنك لقيت سياسيين لا تحب أن تنتمي إلى السياسة لأنك تراها قذرة. لماذا؟ لأن ممارسات السياسيين يباعون ويشترون لا تجد مكان، وهذه هي الديمقراطية المريضة. لما تخبر عن انتخابات وترى بعد ذلك أنها ليست شفافة وصوتك يلقى في الزبالة أكرمكم الله، هذه هذا نموذج من الاضطهاد. نموذج من الاضطهاد آخر في مجتمع آخر أنك تقتل أو أنك تسجن لكلمة قلتها أو أنك يفسر الدين بغير الأصل الذي يجب أن يفسر به بفهم واقع ثم يطبق عليك كما ذكرت الأستاذة. هذا هو الذي نرفضه. رانيا، مسألة الأقليات من حكم الواقع رانيا، من هو هو يعني هو أقلية. يعني زميلي عادل عنده حكم مسبق أتى به يعني معه في جيبه يحاسب الناس يعني ويقوم يعني هذا الإنسان من مؤمن موقفه ويريد أن يظهر في رداء الأقلية. أنت لست أقلية يا سيدي الكريم، وأنت لست تعيش في 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 وضع الأقلية في تونس، وأنت لست تعتبر نفسك أيضا أقلية، وأنت لا تحترم أصلا إنه يعني إنسان يريد أن يعبر عن رأيه بما إنه لا أنت قلت أني أنا هنا أريد أن أكون ضحية. أعتبر مثلي مثلك، أنت مني وأنا منك، لا اختلاف. لا اختلاف. أما من يتجاوز حده ويعتبرك مختلف فهذا شيء آخر. يعني للاستماع إليكما، ولكن أستمع إلى وجهة نظرك من واقعك المعاش رانيا كأقلية تشعرين بالاضطهاد. يعني يمكن أن يمكن أن يعني أبني موقفي على مثال يعني واقعي ويمكن أن يقنعك أكثر يا سي عادل. معناه مثال في بلادنا التونسية، يعني اليوم إذا كنت يعني أسود البشرة ويعني مورست عليك يعني تمييز عنصري على أساس اللون، جرم التمييز العنصري وانتهى. الفعل المجرم يعني مميز هنا بالتأسيس يعني بالدسترة للعدالة الاجتماعية، يعني بالدسترة للحرية، بالدسترة للمساواة، بالدسترة للمبادئ الأساسية يعني التي تبني نشرع إلى مبدأ جديد. هذا هو الذي نريد. أقلية مفضلة وأقلية غير مفضلة، لا توجد أقل مكونات اجتماعية تنوع في التركيبة الاجتماعية لدول المغرب العربي. أنا في الجزائر موجود شاوي وشلحي وشنوي وشلوي وأمازيغي وقبائلي وشرقي وغربي، هذه لا تهم، هذه طيب تركيبة المجتمع. طيب نفترض أنه ليس هنالك أقليات، نفترض أنه ليس هنالك أقليات، هذه الأقليات، ولكن عندما يتعلق الموضوع باضطهاد تختلف لربما المسألة. دكتورة آمال، يعني على ذكر حقوق الأقليات، وعرشتي حضرتك على لبنان، ودعيني أقرن الموضوع بما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية. حقوق الأقليات الدينية مدسترة في لبنان، ولكن هذا لم يخفف من حدة التوترات الموجودة في مكونات المجتمع اللبناني الواحد. على سبيل المثال، أكثر من سنتين ولبنان بلا رئيس رغم وجود الدسترة، لعدم وجود توافق. إذن الدسترة ليست حل. أنا أتحدث عن الدسترة باعتبارها وسيلة تتيح متاحة بحكم نظام الحكم الذي نصب إلى ترسيخه، وهو الدولة المدنية، دولة المؤسسات ودولة القانون. ما الذي ينظم علاقتي بالدولة وما الذي ينظم علاقتي بأخي الإنسان أو أختي؟ القانون. وينبغي أن نرسخ ثقافة القانون. ثقافة القانون عندما تقول لي تجريم التمييز، صحيح تجريم التمييز، ولكن يبقى النص غير مفعلا على أرض الواقع. بمعنى هناك فجوة بين التشريعات والقوانين وبين الأرض الواقع وبين الممارسات. هذه الفجوة
بالإضافة إلى الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى استشراء الفساد في هذه المجتمعات. معنى ذلك إذن هنالك كشف ولا ترى أن هذه الأقليات يا عادل. نعم، أنا أعتبر أن الدستر هي خطوة أولى في سبيل إعادة الاعتبار والاعتراف. طيب، بكل الأحوال سأترك لكما الآن المجال للتعبير عن أرائكما في فقرة مواجهة، حيث يطرح عادل أسئلته على الدكتورة آمال جرامي في 3 دقائق. تفضل عادل، أكمل على المنصة ولكن في 3 دقائق فقط. من حيث انتهينا نبدأ. أستاذتنا، أتمنى يعني الإجابة تكون تقنعني وتقنع الجمهور، وسأوافقك إن كان الإقناع في الحجاب. أتمني ليس الرجاء. هل شعوب المنطقة مثلا، تكلم منطقتنا بالأساس بحيث هذا الحوار يستهدف منطقتنا، هل شعوب منطقتنا، وأنا واحد من أبناء المنطقة لنا ثقة حقيقة كشباب، أنا نشأت في قوانين الطوارئ، تربيت على قوانين الطوارئ، مواطن بعيد عن السلطة، هل تظنين أن هذا النموذج له ثقة في الدساتير؟ أخرج من مركزية الذات ومن خطاب منطقتنا. قمت بكذا وأنا فعلت أنا لم كذا. أقم أنا لا أكبر نفسي، أنا أتحدث عن واقع، هي تحدثت من واقعها، أنا أتحدث من واقعي. هل شعوبنا العربية لها ثقة في الدساتير؟ لا يمكن أن أجيب بنعم أو لا، لأنني لا يمكن أن أضع نفسي. هل شعوب المنطقة لها ثقة في الدساتير أم لا؟ لما ينصص الدستور هل توجد ثقة؟ يختلف ذلك. نحن نصصنا على احترام حقوق النساء، التناصف نفعله اليوم، وأنا فرحة مسرورة بوجود التناصف. هل تفرق ما أجبتني على السؤال الأول، هل تفرق الدكتاتورية والأنظمة القمعية بين أبناء الوطن الواحد حال اضطهادهم؟ هل لما يأتي نظام دكتاتوري يريد أن يقمع أي أحد يفرق بينه على أساس لونه أو دينه أو عرقه؟ لم يفرق، أي نظام دكتاتوري لا يفرق بين أحد. هل تفرقين؟ هل تظنين أن هناك تراتبية هرمية؟ كيف يفرق؟ بطبيعة أنت الحال يعني تضطهد رقم واحد وأنت تضطهد رقم، لا نعم يقبله عاقل. نعم. لا يقبله نعم. عاقل. كيف لا يقبله عاقل؟ أنت تضع جميع الأنظمة في خانة واحدة، تلغي الفروق بين الأنظمة، أعتبر كل الناس مثلي مثلهم. أما من يتجاوز حده، من يلغي أي إنسان، أجرم فعله وأقول أننا سواء بسواء. تتفقين؟ أنا مواطن، هذا هو الإقصاء، هذا اللي موجود في أنظمتنا. أنت مواطن، ماذا تفعل؟ أنت ماذا تريد؟ هذه عقلية الذين هم في السلطة. ألا تعتقدين؟ هل تملك أنا مواطن التشريع. أنا مواطن، عندي حق صوتي يسمع. أنت تتناقض منذ أما قليل. أما تقولي لي من أنت، فهذا أنت هكذا أساتذتنا أيضا في الجامعة دائما يحقر رأي الطالب. من أنت حتى تقول أن الأستاذ مخطئ؟ لا، هكذا نفس الشيء. ألا تعتقدين أن دسترة حقوق بعض الفئات المجتمعية هو تأسيس للعنصرية؟ أنت كذا تصنف لك حقوق كذا، أنت كذا لك حقوق كذا، هو تأسيس للعنصرية، هو اعتراف بالعنصرية. متفقين؟ لا، هو اعتراف بوجود أقلية. أولوية شعوبنا الآن هي بناء ديمقراطية على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، أم نقدم المنافع الفئوية الخاصة؟ أنا أمازيغي أريد الأمازيغية، والغير الآخر يريد شيئا، نقدم الأولويات الكبرى أم نتفق الكاملة للجميع؟ هذا ما هو المطلوب. إذن فلنذهب جميعا نحو الحقوق الأولى والمبادئ العامة، ثم بعد ذلك إن كان لك زيادة امتياز أعطيك إياه برحابة صدر. لا نريد امتيازات، نريد أن نعامل كمواطن مثلي. لا نعاملك بالعدل بل نعاملك بالفضل. الوقت يا عادل، انتهى الوقت. خلاص، انت قلت يا مواطن. عادل، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة آمال. طيب أستاذ عبد الباري، يعني دعنا نربط ما نتحدث عنه الآن بمفهوم الهوية العربية الثقافية الذي تمكن سابقا من خلق تجانس اجتماعي نسبي بصورة طبيعية لربما. ألا ترى بأن ذلك لم يعد مناسبا في الوقت الحاضر للمنطقة؟ لا أعتقد، يعني الثقافة العربية التي تستمد زخمها وأساسياتها من العقيدة الإسلامية التي يعتنقها أكثر من 90 إلى 95%
يعني تحتاج إلى استبدال، لكن هذا لا يمنع في تقديري أن تكون هناك لغات أخرى. لماذا لا تكون هناك الثقافة الأمازيغية والثقافة مثلا الزنجية والثقافة أي إن كانت هذه الإفريقية؟ لا، هذا لا يمنع على الإطلاق. يجب أن تكون هناك لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية. نحن نقبل بالإنجليزية، وثلاث أرباع الشعب التونسي يتحدث بالفرنسية. طيب يعني هل منع العرب مثلا الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب المغربي من أن يكون لسانه فرنسيا فرانكوفونيا مثلا؟ يعني لماذا استخدام اللغة العربية لمحاولة التشويه ولمحاولة التقسيم؟ يعني هذه مسألة أساسية. أنا أتحدث اللغة الإنجليزية وأكتب فيها مثلا، وأتحدث العربية وأكتب فيها، أين التناقض هنا؟ يعني أنا هنا أين أختلف؟ أنه نحن الآن نعيش في مرحلة تهشيم للعروبة وتهشيم للاستقرار العربي. من يهشم أستاذ عبد الباري؟ من يهشم؟ القوى الخارجية تستغل هذه قضية الأقليات. ولكن أنا ترى بأن الحديث عن القوى الخارجية بس لغة مستهلكة أستاذ عبد الباري. من الذي يتدخل الآن في شؤون؟ من الذي غزا العراق؟ أنا؟ من الذي غزا العراق؟ من الذي قسم العراق؟ من الذي غزا ليبيا؟ من الذي دمر ليبيا؟ من الذي يتدخل حاليا في ليبيا؟ من الذي يضع حكومات؟ من الذي يغير أنظمة؟ هذا ما أردت أن أقول. يعني يكفينا تهشيما بالعربية. نحن شعوب نحب التعايش. أنا أعتبر أي إنسان أفريقي أو أمازيغي أو غير عربي هو شقيقي. نعم. شقيقي في الإنسانية، وشقيقي في العروبة، وشقيقي في الإسلام. لا نفرق على الإطلاق. من الذي فرقنا؟ من الذي مزق العراق على أسس طائفية؟ من الذي يمزق سوريا على أسس طائفية؟ تفرقنا الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة ولم يفرقنا الخارج يا أستاذ عبد الباري. ألا ترى بأن الأنظمة المستبدة هي من فرقتنا؟ من أذكرها؟ وليست من الذي غيرت الخارج؟ هي من كرست هذه الأقليات حتى تطالب ربما بمطالبها. غيرت الأنظمة أو غيروا الأنظمة المستبدة في ليبيا، ما هو البديل؟ غيرت الأنظمة المستبدة في سوريا أو تريدون، ما هو البديل؟ غيرت النظام العراقي وما هو البديل؟ التقسيم، الحرب الأهلية، الحرب الطائفية، التفتيت. تفتيت المنطقة العربية. تفتيت المنطقة العربية دكتورة آمال، ودعيني أربط كل ذلك على سبيل المثال بالحرب الأهلية السابقة في لبنان، الصراع الطائفي الذي ما زال دائرا الآن في العراق، في سوريا، في اليمن. أليست كل ذلك مخاطر تهدد الدول وأساسها هو عدم الاعتراف بالأقلية؟ في اعتقادي أن التركيز على الجانب السياسي فقط في تناول قضية الأقليات هو يختزل القضية بطريقة مجحفة جدا، لأنني أعتبر أن الممارسات التمييزية التي تمارس وانتهاك كرامة الناس إلى غير ذلك لا ترتبط فقط بالأنظمة السياسية، وإنما هي مرتبطة بذهنيات. إلى حد الآن لم نغير مناهج التعليم، إلى حد الآن لم نصلح هذه البناء الأساسية، إلى حد الآن من منا يربي أطفاله، نبدأ بالتنشئة الاجتماعية، من منا يربي أطفاله على اللعب بالدمية سوداء البشرة؟ من منا يربي أطفاله؟ دكتورة آمال، يعني طالما أنك لا تريدين أن يعني هي ممارسات أن نتكلم فقط من الزاوية السياسية، ولكن الزاوية السياسية حاضرة جدا. داني يا عادل، أستاذ عبد الباري، دمى بيضاء، الأشقان الأفارقة عندهم دمى بيضاء، ولكن لا تتحدث. ما المشكلة؟ قولي لي ما المشكلة؟ لا أريد المشكلة يا ستي. باربي لعبة باربي بيضاء وهي الأكثر مبيعا في إفريقيا، أين المشكلة؟ ليست هذه المشكلة، ولكن أنت تقزم المشكلة. لا أقزم، أنا أتحدث عن واقع ممارس. عندما نربي النشأة بطريقة أنني أنا أبني الجدران العازلة بيني وبين الآخر، أن الآخر لا يسوي شيئا في الإنسانية، هذه هي الحقيقة الموجعة والتي لا نريد. نحن مجتمعات لا تريد أن ترى نفسها في المرآة، لا تريد أن تصغي إلى الخطاب الذي يصدر مختلفا عنا، لا نريد أن نسمع الحقائق. نحن أمة نخجل من ذكر الأشياء. طيب، وتسمية الأشياء. دكتورة آمال، دعينا نتكلم أيضا عن الحقائق. يعني ألا ترين بأن السياسة الأمريكية في العراق
حفزت الانقسام الطائفي بين السنة الشيعة. نعم، وخلقت بعد ذلك لأن تركيبة الشخصية العربية معطوبة، لأن تركيبة الشخصية العربية معطوبة، لم تستطع أن تقف بوجه هذه الأنظمة الفاسدة. لما أراد أن يؤسس أمة العراق قتل في ظروف غامضة. كل ذلك لأن الشخصية العربية معطوبة. انتهى الفيصل. هو أكثر من كتب في هذا الموضوع ويعرف أن الشخصية العربية معطوبة وتحتاج إلى مصالحة الذات. طيب، هل هذا يبرر السياسات الخارجية في المنطقة على سبيل المثال ما يحصل فيه في العراق؟ هي سألتني، هي سألتني وأنت تجيبي عني؟ طيب تفضل، دعونا نستمع. تفضل دوري يا ست أمل. طيب يلا تفضل يا أستاذ عبد الباري. طيب هذا تطالب بحقوق، اعتبريني أقلية. لا طيب أجب يا أستاذ عبد الباري. مصدر نسيت السؤال، ما هو السؤال؟ بخصوص أن صوتك. الشخصية العربية هي شخصية مهمشة، يعني الخلل هو بات الآن في الشخصية العربية، وبررت السيدة آمال التدخلات الأمريكية في العراق من هذه الزاوية. لا لا، هناك مؤامرة على الأمة العربية وعلى الشخصية العربية، لا يريد لهذه الأمة. ولكن هل كل ما يحصل في الوطن العربي مؤامرات يا أستاذ عبد الباري؟ يا سيدتي، أنا يعني أنا لا أخترع. يعني هل البيري هذه مسألة حقوق وهذه مسألة إنسانية؟ في كل مرة نذكر مسألة إنسانية أو في كل مرة كاتب سياسي أي إنسان يأتي لكي يناقش موضوع يستدل بنظرية المؤامرة. كفينا من المؤامرة، كفينا من المؤامرة، كفينا من المؤامرة. طيب اسمعي، طيب أنا نظرية من هو الذي غزا العراق تحت أكذوبة أسلحة الدمار الشامل؟ هل التتار اللي غزوا العراق؟ هل المغرب اللي غزت العراق؟ طيب بكل الأحوال هذا ليس حديثنا، دعنا نتكلم ونقرن كل ذلك في الأقليات. يا ستي اسمعيني، اسمع والله. يعني لما جاء الحاكم الأمريكي بول بريمر إلى العراق، هذا العراق الشيعة، العراقيين حاربوا إيران الشيعية بدون أي تفريق دفاعاً عن وطنهم. أنت لحظة بس، خلينا نكمل. تعود إلى طرح السياسي. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أنا أذهب بجاي نربط هذا الطرح بالأقليات. يعني العراق سنة وشيعة وأكراداً وأشوريين وسريان وغير ذلك وأيزيديين أيضاً. بس يا ستي اسمعيني، تقولي فيش نظرية مؤامرة. طيب أنا يا ستي عايش في بريطانيا، وأنا بالمناسبة أنا أقلية في بريطانيا. ليتنا جميعاً مثلك نعيش في بريطانيا أقليات. نعم، الدستور يحمي عندما في بريطانيا ديمقراطية ناضجة، هذا هو الفرق. تحترم الإنسان، تقف أمام العدالة ومساواة بينك وبين. طيب على ذكر بريطانيا يا أستاذ عبد الباري، على ذكر بريطانيا، على ذكر بريطانيا الأسبوع الماضي، أرجوك تخليها تسمع، بس تسمع لوجهة نظر الآخر. نستمع إليه. يعني بطارية شغالة. دكتورة أمال من دقيقة يا دكتورة أمال، ونحن من الأقلية. على ذكر بريطانيا يا أستاذ عبد الباري، الأسبوع الماضي حذر تقرير برلمان بريطاني من عدم وجود تمثيل كافي للأقليات على سبيل المثال في الشرطة البريطانية. لو صدر هذا النوع من التقارير في بلد عربي لاتهم بالتكالب على الوطن العربي لربما، وبتعزيز نظرية المؤامرة والضغوط الخارجية واليد الخارجية وغير ذلك. بس شرط أن تستمع. كونك تعيش في بريطانيا يعني. طيب نستمع يا دكتورة آمال، نستمع تفضل. يا ستي في بريطانيا، أولاً بريطانيا إحنا أولاً لا يوجد دستور في بريطانيا حتى تدستر الحقوق الأقلية، الحمد لله ما فيش دستور. كويس، في قانون، في محكمة عليا، هذا هي القانون يطبق، وفي هناك محكمة عليا هي التي المرجعية الأساسية، ثم مجلس اللوردات في حالة أخرى. طيب بريطانيا لأن الجميع يتساوى أمام القانون، عندما يأتي الأمر للقانون، وأنا قلت أنا أقلية، يعني أنا أتساوى في القانون مثلي مثل رئيس وزراء بريطانيا. يعني لم يستطع رئيس وزراء بريطانيا أن يرحل معارضا سعوديا إلا بالقانون، والقانون أنصف وأبقى في بريطانيا. لحظة، بالنسبة أيضا للأقليات اللي هو خان، صادق خان، هذا صادق خان مهاجر، أبوه كان سائق حافلة في بريطانيا، أصبح عمدة لندن. طيب، بالقانون وبالمساواة. طيب، وبالعدالة الاجتماعية. نعم، يعني هذا، طب هذا لا يوجد قانون حتى ينص أنه خان هذا يجب أن يكون عمدة. لكن بريطاني شخصيته وتفكيره وبنيته الذهنية هي نفس تركيبة العربي. بس خلينا نكمل بس.
هل هي نفس بعجالة حتى اجعلك تكمل بفقرة مواجهة؟ هناك نواب من الجنس من الاصول الباكستانية والاصول الافريقيه، وهناك نواب في البرلمان. استاذ عبد الباري، اجعلك تكمل خلال فقره مواجهه الان ما بينك وما بين رانيا في 3 دقائق. بامكانك ان تطرحي ما تشائين من اسئله على الاستاذ عبد الباري عطوان. تفضلي رانيا. استاذ عبد الباري عطوان، الاستاذ الكبير طبعا، ومرحبا بك في بلادنا. أنت سابقا يعني في عديد من الحوارات يعني عبرت عن إعجابك شديد بالثورة التونسية وأنك تأيدها وتأيد المطالب الشعبية اللي خرج بها الشعب التونسي في الثورة التونسية. أريد أن أسألك، هل أنت مؤمن بالديمقراطية ومبدأي الكرامة والمساواة، مع العلم أنهم من مطالب الثورة التونسية؟ نعم، يعني أنا كنت الصوت الأعلى تأييدا لثورة الشعب التونسي العادلة من أجل الحقوق، من أجل المساواة، من أجل العدالة الاجتماعية، وتشرفت بأني كنت في تونس لمتابعة أول عرس ديمقراطي للانتخابات الديمقراطية. كيف تؤيد احترام الذات الإنسانية والبشرية، يعني من خلال ما قلت نفهم ذلك، ولا يعني تقبل على نفسك أنه لا ندس الحقوق يعني فئة مضطهدة في صلب المجتمع؟ أنا مع حقوق الجميع، أنا مع أن كل فئات الشعب التونسي أن تحصل على حقوقها. أنا كنت مع أشقائنا الليبيين في تاورغا الذين اضطهدوا من قبل الثورة الليبية. أنت في أحد حواراتك سيدي الكريم لدي أسئلة. يعني أنا مع نحن حقوق. نعلم أنك فصيح سيدي الكريم، ولكن ليس المجال الآن لكي تتحدث. يعني أريد الإجابة في نعم أو لا. الشيعة في البحرين قلت عنهم في الإمارات والمملكة العربية السعودية أنهم يعاملون كمواطنون من الدرجة العاشرة، وقلت في أنهم في دولهم مضطهدون ولم تطبق العدالة الاجتماعية، وأيضا قلت في خطابك وأريدك أن تؤكد على هذا كلامك أو لا أنه يجب من تعديلات دستورية حرفيا. يا سيدتي، يعني أنت يجب أن تشيدي لحظة. يعني سألتي أنت تقولي تشيدي في، لأني أنا طالبت بإنصاف الشعب البحريني المضطهد. وأنا أضيف لك شيء، اليوم حجب موقع صحيفتي في البحرين لأنني أطالب بحقوق الناس المضطهدين في البحرين. يعني أنت قسمت، يعني قسمت المطالب الإنسانية بين الفئات المجتمعية. يعني أنت تؤيد بعض الأقليات ولا تؤيد بعض الآخر. وشكرا. ممكن تسمي ذلك؟ إذن شكرا 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 لك رانيا، شكرا لك أستاذ عبد الباري. من حق أجيب، يعني أي أقليات التي لم أؤيدها؟ أنا أؤيد جميع الأقليات، أؤيد كل المظلومين في الوطن العربي. أنت ترفض الدسترة. انتهت الفقرة. أي دسترة؟ ما في، لا يوجد دستور في بريطانيا، لا يوجد دستور في نيوزيلندا، لا يوجد دستور. يعني أي مشكلة؟ والدستور العربي يغير في 5 ثواني، 5 دقائق يغير الدستور. أي دستور تتحدث عنه؟ أي دستور؟ طيب دكتورة آمال، الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية هي الدستور. طيب دكتورة آمال، عن واقعية لربما هذا المطلب بدسترة حقوق الأقليات، وجود أغلبية لها ثقافات معينة، مرجعيات تاريخية دينية، ألا ترين بأنها تجعل من دسترة حقوق الأقليات لربما أمر صعب حتى إذا أراد الحكام ذلك؟ لا، الدسترة تتطلب وعيا مجتمعيا، تتطلب حوارات مثل هذه، تتطلب أن يفكر الإنسان ولو مرة في حياته، ماذا لو كنت أنا محل هذا الإنسان؟ ماذا لو أصغيت إلى تجارب الآخرين؟ لا يمكن أن أحاصر كل هذه المشاكل من بوتقة الذاتية، من موقعي أنا المترف. لابد أن أنزل إلى أرض الواقع وأن أتبادل الأدوار. تجارب الإنسان في نهاية الأمر ليست تجارب نظرية على الأوراق، هي تجارب معيشة. لابد أن يخرج من منطقة العماء إلى منطقة الإدراك والبصيرة، أن يرى الأشياء كما هي، ولا بد أن نتجاوز طورا ننكر فيه ما يحدث. لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها وأن نقول نعم هذا يحدث في موت. منذ أسبوع المرأة المسنة القبطية رأيها الملأ، كل الصحف، كل المواقع. طيب حتى رأت حتى نسمي الأشياء، حتى نسمي الأشياء والمجموعة تصورها، امرأة تكشف عورتها والناس يصورونها لا لشان لأنها القبطية. طب حتى نسمي الأشياء بمسمياتها. نعم. أنا أريد أن تظهري وثيقة لديك. نعم. كنت يعني تريدين أن تظهريها، يعني وتريها لنا. سيدي الكريم، نحن نعتبر أقلية السود في تونس،
وفي الوقت الحالي يعني القرن الواحد والعشرين بالأخص، يعني في غياب قوانين وتشريعات يعني في الدولة التونسية التي تقر بعدم تمييز على أساس اللون أو عدم تمييز على أي اختلاف، نحن اليوم في تونس لدينا شهادات ميلاد تحمل عتق من فلان وشوشان فلان في تونس، هذه وثائق ولادة في تونس. السود التونسيين لا يمكن أن يتحصلوا على لقب العائلة، وإنهم الباري. يتحصلون على لقب ما رأيك؟ الأسياد. ما زلنا نتحدث مسألة الانعتاق تونس ما بعد الثورة يا أستاذ عبد الباري، ما رأيك؟ ما زلنا نتحدث عن الانعتاق. يعني هذا خطأ كبير جدا، وهذا تمييز عنصري، أنا أدين بكل اللغات وبكل الكلمات. كيف الحل من غير الدستر؟ الحل هو التشريعات القانونية. ما قلت دساتير في بريطانيا لا وجود لدساتير ولا وجود لشيء. الآن تطالب بالتشريعات. طب استني شوي. أولاً أنا لم أقل لا توجد تشريعات، قلت في هناك محكمة عليا أرجوك. أنا قلت لا يوجد دستور لكن توجد قوانين وتشريعات. هذا ما قلته، لا تضعي كلام على لساني. انا قلت دستور. لا طب دستور. لا الدستور شيء، الدستور شيء، والتشريعات القانونية شيء آخر. المنظومة القانونية التي تحمي حقوق الناس. يا ست الدستور اسمعي بس طبعا. اولا انت لا تميزي بين دستور وبين تشريعات. لا تميزي ولا تعرفي. لا تعرفي. لا تعرفي الفرق بين الدستور وبين التشريعات القانونية. فاسمحي لي يعني أنا أوضح لك. وقلت اسمحي لي. هناك فرق كبير. الدستور ينظم الحكم، ينظم الحكم بين السلطة والقضاء. ولكن طيب نتكلم أستاذ عبد الباري عن الدستور تحديدا، يعني ألا ترى بأن دسترة حقوق الأقليات هي سبيل لاحتواء مطالب الأقليات كالأكراد، الطوارق، التي لربما تتحول إلى مطلب من شكل آخر ك مطالبتهم إقامة دولة مثلا؟ يا سيدتي إقامة دولة هذا يعني تفسيخ المجتمع. إذا كانت هناك يعني إذا كان هناك حكم رشيد وإذا كان إذن هناك احتواء حقوقهم من خلال الدسترة يعني لربما يمكن أن يحتوي هذه المشكلة لاحقا. يعني إحنا طيب في العراق أغلبية عربية أراد الأكراد حكم ذاتي، حصلوا على هذا الحكم الذاتي. الآن العراق يقسم على أساس ثلاث مناطق أساسية، كتل أساسية في إطار كونفدرالي أو فدرالي، لا مشكلة في ذلك. يعني إذا كان أراد هؤلاء الناس أن يكونوا أو يتمتعوا بحكم ذاتي في إطار الدولة لا مانع في ذلك، لا أحد يعارض ذلك، هذا حقهم، حق مشروع. إذن لماذا تعارض الدسترة؟ أنا أعارض، في فرق، إن أنا لا أريد هؤلاء أن يميزوا، أن تكون هناك عملية تمييز وعملية إقصاء. دسترة حقوقهم هي إمعان بتمييزهم. هو أصلاً موجود التمييز. أنت يعني يريدون الانفصال يعني إذا كان هناك حكم رشيد وديمقراطي، إذا كان هناك حكم رشيد وديمقراطي ويتساوى أمام الجميع. طيب لماذا لا نتعايش؟ لماذا لا نتعايش؟ هل تريد يعني دولة لك في سوريا في تونس مثلا؟ طيب الدسترة ليست الحل، إذا هي مزيد من التمزيق ومزيد من التمييز. نعم سؤال من فضلك. تعليقك على ما تفضل بذكره. يعني أستاذ عبد الباري، نحن نريد أن يعني نتحدث عن الواقع، يعني في المحسوس يعني وقت الآن، إنه الأقليات عندما واجهت تهميش من قبل الدولة، وواجهت تمييز على أساس اختلافها، وواجهت يعني نوع من الإقصاء، هذا ما جعلها في بعض المناطق وفي بعض البلدان تقوم برد فعل كهذا، تقوم يعني بمطالب يعني مبالغ فيها في بعض الأحيان. إذا احتضنت الدولة في الأصل تلك الأقليات، وإذا احتضنت الدولة في الأصل الاختلاف، ولم نكن نحن كمواطنون ولم نكن نحن كشعب عربي نخاف الاختلاف، نحن شعب عربي. دعنا نستمع. لما صارت قليلا لرانيا والله سأعود لك. هذا حالنا اليوم. طيب خلينا أجاوبك يا رانيا. يا ستي أنا قبل 3 أيام وهذا موثق، أنا كتبت افتتاحية أدنت فيها نائب وزير مصري في نيروبي وصف في لحظة غضب الأفارقة بالكلاب والعبيد. أنا أدنته، أنا العربي. إذا أدنته مش أنت أدنتي، أنا اللي أدنته. وأنا أقول رأيي بالملايين.
طيب. وقلت أنه هذا تصرف عنصري ولا يجب أن يتم ويجب أن تعتذر مصر لهذا أولئك الأفارقة وأن تقول أخطأنا، لأنه إحنا يجب أن نكون مثالا في المساواة وفي التعايش وفي الاحترام لكل الشعوب بغض النظر عن لونها أو عن دينها أو عن عقيدتها. هذا ما قلناه. يعني نحن الآن حقيقة نطالب بالمساواة. طب قولك يا أستاذ عبد الباري، قولك للحكام في تونس ما بعد الثورة. نعم. الآن قولك للحكام في تونس ما بعد الثورة بعدما رأيت هذه الوثيقة على سبيل المثال. يعني شوفي يا سيدتي، يعني يجب علينا ألا نأخذ جزئية وندين هذه الإنجازات العظيمة التي حققتها تونس في خلال 3 سنوات. يعني تونس في خلال 3 سنوات يعني قضت على يا أستاذ عبد الباري، نحن يعني لا نهمل أكيد الإنجازات العظيمة، ولكن هل هذه الجزئية بسيطة؟ يا سيدتي هذه مدان، هذا أمر مدان، وأنا سأقابل الرئيس التونسي، أعطيني صورته، أنا سأقابل الرئيس التونسي يوم الاثنين وسأعرض له هذه الوثيقة وأقول هذا لا يجوز في تونس الثورة، هذا لا يجوز في تونس الثورة، أنا سأحملها، أعطيني نسخة منها وأنا سأقدمها للرئيس الباجي قائد السبسي يوم الاثنين 10:30 صباحا. نحن كجمعيات ومجتمع مدني في تونس نحن نستطيع أن ندافع عن حقوقنا بأنفسنا، ونحن نتوجه للرئيس بأنفسنا، لا نحتاج إلى تدخلات من فضلك. هذه عنصرية، أنت عنصرية بذلك، أنت عنصرية بذلك، أنت عنصرية، أنت عنصرية، هذا ليس منطقا. طيب. هذا انا شقيقك في الاسلام وشقيقك في العروبه وشقيقك، تقول يعني لا تريد حاجتي، أنا أستطيع تريد فرنسا، أستطيع انت تريد فرنسا ولا تريديني. طيب اريد ان اقول شيئا على الاقل، واذا لزم النقد فليكن. طيب ناخذ الذي طيب، هل يمكن ان اقول شيئا؟ انا صامت من ربع ساعه وكنت اظن نفسي انني اتيت لاقول شيئا، حتى أقول للأستاذة يعني إذا لزم النقد فليكن موجهاً للآراء بالتمحيص إلى الأشخاص بالتنقيص، الاختلاف حق والاحترام واجب، هذا نتفق فيه ولا نختلف معه. لما تصفين جملة تقولي الشخصية العربية معطوبة، لا أقول الشخصية العربية معطوبة وإنما أقول العقل العربي معطوب، العقل العربي طيب. معطوب لما أناقشك فتقولي لي من طيب أنت؟ واضح يا عادل، واضح يا عادل. طيب أنتما. دعونا نتحدث الآن عن الحل، عن المستقبل. أريد أن أقول كلمة بعد بسرعة ذلك. الذي أريد أن أقوله الآن، والعقل العربي يقصيك حتى يقصي كل المواطنين دون اختلاف، نحن مقصوون جميعا. طيب. من أن تقول كلمتك تكمل. هذا الذي نريده. سأجعلك تكمل في يعني 99 ثانية مخصصة لك، ولكن دكتورة آمال يعني سؤال أخير الآن في خضم ما نتحدث عنه الآن، إلى أين نحن؟ ما هو المستقبل؟ هل نحن إلى مزيد من التفكك، من الانقسام، من التشتت، من التمييز؟ إلى أين نتوجه؟ هل دسترة حقوق الأقليات يمكن أن تعزز كل هذه المفاهيم؟ في الحقيقة نحن نعيش في هذا المنسوب من العنف، عندما نتحاور يصبح الآخر يجهل الآخر، يصبح الآخر يشكك في نوايا الآخر إلى غير ذلك. إذن هذا المناخ من عدم القبول بالرأي المخالف، عدم احترام اختلافنا وتنوعنا واعتباره ثراء لنا، بطبيعة الحال هناك عراقيل في سبيل هذا التنوع الذي نريده أن يشملنا، في هناك عراقيل، هناك عراقيل، المناظرة لا يفسد الوقت. نعم هناك عراقيل، إذا يمكن أن أختلف كيف معك، كيف يمكن أن نتجاوز هذه العراقيل؟ العراقيل يعني أنا في تقديم في خضم كلامه. نعم. قال بأن الأقليات إذا دسترت حقوقها سوف تصبح أقليات مضطهدة بعد أن كانت مضطهدة. أنا في تقديري هناك ضمانات، طالما أننا نتدرب على الاختلاف، على القبول بالرأي المخالف. نعم. في منتهى القبول على في منتهى الرأي المخالف. أستاذ عبد الباري، المستقبل الآن. والله أنا أرى المستقبل وردياً جداً، لأننا نجلس هنا ونناقش عيوبنا بكل صراحة وبكل وضوح وبكل تقبل، وأنا شخصياً أتقبل الرأي الآخر، هذه إنجاز كبير جداً. نحن الآن في دولة هي معقل الديمقراطية والتغيير والدولة المدنية والحريات. تونس بالمناسبة حسب منظور الشفافية كانت الأكثر ديمقراطية والأكثر حرية في الوطن العربي كله. نعم. هذا هو الإنجاز. طيب. الذي وصلنا إليه. نعم. هذا كلام موثق بالنسبة. طيب. لحرية الصحافة، هذا إنجاز كبير. من الذي أنجز ذلك؟ هو الشعب التونسي، هي الثورة التونسية. يعني أنا في تقديري ومناظرة أيضا يا أستاذ عبد الباري هي التي طرحت هذا الموضوع اليوم والمناظرة. نعم. والمناظرة، لكن أنا أريد أن أقوله
يعني يجب علينا أن نتعايش، يجب أن نؤمن بمبدأ التعايش. طيب. يجب أن نحب بعضنا البعض، يجب أن نحب بعضنا البعض. هذا ما نريده. طيب. قبل التصويت على أطروحة مناظرة لهذا اليوم، نستمع إلى رانيا في محاولة أخيرة لإقناع الجمهور بوجهة نظرها في 99 ثانية. تفضلي رانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدستور باعتباره القانون الأساسي لكل دولة والمنظم الأساسي للعلاقات في المجتمع داخل في صلب الدولة بين المواطنين وبين المواطنين والدولة، وبما أن أحكامه تعلو على كل الأحكام فهو الضامن الأساسي لحقوق كل أفراد المجتمع. يجب دستات حقوق الأقليات، لأن الأقليات جزء منا، من هويتنا، ثراء لنا وثراء لمجتمعنا. بدستور حقوق الأقليات سنحمي المضطهدين من التمييز المسلط عليهم، سوف نردع الأغلبية من تمييز سلطتها وإقصائها للأقلية، وكذلك سوف نساهم في إرساء ثقافة قبول الآخر وقبول التنوع. نحن من خلال دستور حقوق الأقليات سوف نشرع إلى مجتمع جديد سلمي متبادل فيه كل الاختلافات، بالاعتراف بأخطائنا يمكن أن نتقدم ويمكن أن نحيي مجتمعنا إحياء سليما. نحن في مجتمعاتنا العربية اليوم نحتاج إلى الاعتراف، نحتاج إلى أن نحرك الإنسانية فينا وأن نخاطب الإنسانية فينا. وأنهي كلامي بتعليق آخر يعني على الفريق المقابل. الطرفين الحاضرين هما لا ينتميان إلى أقلية، وهما لا يمثلان أقلية، لا يمكن أن يحس إحساس الأقلية، وأيضا يجب عليهما أن يحل مكان الأقلية. نحن إذا دسترنا حقوق الأقليات سوف نضمن الإنسانية للجميع، وبعدم دستر حقوق الأقليات سوف نغتال الاختلاف. وشكرا. شكرا لك رانيا. جاء دور عادل الآن في محاولة أخيرة لإقناعنا بوجهة نظره المعارضة للأطروحة ب 99 ثانية. أيضا إليك المنصة عادل. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنا لا أعتبر نفسي أقلية ولن أعتبر نفسي أقلية. أنا ابن الأرض جميس انت مورث. أنا ابن الأرض الأصل، أنا أمازيغي وابن الأرض الأصل، أنا عربي، أنا مسلم، لا إشكال في هذا. من يصنف نفسه بأنه أقلية فهذه إشكاليته، يريد أن يقصي نفسه، هذا شيء آخر. الآن أريد أن أقول شيئا لكم. الأمر الذي أريد أن أوضحه هو إذا كانت الأطروحة تقول بدسترة حقوق الأقليات ضرورة، وإنما أنا أقول ضرورة الأقليات لدسترة حقوق المواطنين بالأساس. نرجع من الخلف إلى الأمام، هذا الذي نريده. نتبنى جميعا رأيا واحد، كل الجميع الذي يظن نفسه أقلية لا أقول له بأنك أقلية، أقول له بأنك أنت مكون اجتماعي، أنت رفض اجتماعي، أنت معي وبي، وجميعا نتجه إلى أن ندستر حقوق المواطن، لا حقوق فرد أو جزء أو طرف، لا حقوق أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر أو أوروبي أو إفريقي. نريد أن نؤسس للإنسانية، نريد أن نؤسس للرحمة، نريد أن نؤسس للحب، للود، للمساواة، للكرامة الإنسانية. هذا الذي نريده. اختلفت عني في لونك لا يهمني، إنما الذي يهمني أريد أن نكون جميعا نحيا في ديمقراطية راقية تقبل بمسلم في بيئة مسيحية، كما قبلت بريطانيا المسلمة في بيئتها. أريد أن نقبل بعضنا، لا خلاف بين الألوان، لا افتراق بين الإنسان، لا أحد يفرق بين أحد. اذهب إلى مقابر القدس تجد فيها الكثير، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والأتراك والتاتار والهلاك. لم يفرق العرب قبل هذا أبدا بين أي أحد. لماذا تريدني أن أفرق بينك؟ لماذا تفرق بيني وبينك؟ أنا أريد أن نكون نحيا إنسانيين، لا أن نحيا مختلفين. إن أردت أن تؤسس الاختلاف، شكرا لك عادل. انتهى الوقت. أنا دائما معك. شكرا، شكرا لك عادل. انتهى الوقت. وصلنا الآن إلى نهاية النقاش ونمر إلى التصويت على أطروحة المناظرة مرة أخرى. والأطروحة تقول دسترة حقوق الأقليات ضرورة. إذن المناظرة تقول دسترة حقوق الأقليات ضرورة. للإجابة بنعم الرجاء الضغط على زر رقم 1، وللإجابة بلا الرجاء الضغط على زر رقم 2. تفضلوا بالتصويت.
إذن بانتظار النتيجة أذكركم أنه بإمكانكم أنتم أيضاً المشاركة في مسابقتنا المقبلة من خلال تحميل فيديوهاتكم على صفحتنا الإلكترونية. المناظرة المقبلة تحمل عنوان اليسار هو البديل، ستقام في 25 من أغسطس في المملكة المغربية، والمسابقة مفتوحة للجميع على صفحتنا الإلكترونية dd22@مناظرة. إذن النتيجة ظهرت، والنتيجة 53% مع دسترة حقوق الأقليات و 47% ضد دسترة حقوق الأقليات. أذكركم بأن النتيجة الأولية كانت 61% مع و 39 ضد، والآن النتيجة أصبحت 53 مع و 47 ضد. إذن فريق الأستاذ عبد الباري عطوان وعادل استطاع أن يستميل آراء الجمهور من 39 إلى 47، فارق النسبة هو من يحدد الفريق الفائز، فمبروك. في ختام مناظرتنا لهذا اليوم أشكر الجميع ضيوفي الكرام على المشاركة، الدكتورة أمال قرامي الأستاذة في كلية الأداب والفنون والإنسانيات في جامعة منوبة بتونس، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا الأستاذ والكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة الرأي اليوم، وأشكر طبعا رانيا بلحاج، وأشكر عادل إخويلدي، وأشكر أيضا الجمهور الكريم والمشاهدين على طيب وحسن المتابعة. ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، يتقدم فريق مبادرة مناظرة لكم بأحر التهاني والتبريكات. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير، على أمل اللقاء بكم في مناظرتنا المقبلة. نعود ونذكر بأن الاختلاف لا يفسد للود أي قضية، ولا يفسد ودا لأقلية. دمتم بأمان الله.